اسمي مارو وعندي 33 سنة مشكلتي اني تربيت وسط عيلة دماغهم عكس دماغي تماما م. هما كانوا بيحبوا العلم والأبحاث والدرجات العلمية وانا كنت بحب الفن والانطلاق وبكل أسف كانوا متزمتين أو تقدروا تقولوا عليهم متشددين شوي عشان كده كنت بدور على عريس تكون دماغه شبه دماغي عشان اعيش معاه الحياه اللي كنت بحلم بيها وما لقيتهاش في بيت اهلي لحد ما فعلا لقيته واتجوزنا وخلفنا بنت وولد بس بعد كده ما حصلش نصيب وانفصلنا عن بعض بشكل متحضر ومحترم اتفق معايا على المصروف الشهري اللي هيبعته للولاد بس المشكله اننا كنا متجوزين قانون جديد يعني ما كانش في شقه تمليك اقعد فيها بعد الطلاق بصفتي حاضنه طليقي عرض عليا يجيب لي شقه تانية قانون جديد سعرها ارخص شويه ووافقت بس اهلي مش موافقين وشايفين انه عيب وما يصحش ابقى مطلقه وعايشه لوحدي واني كده ممكن اتعرض لمضايقات او الناس تتكلم عليا ده غير اني هجيب لهم الكلام وانا شايفه اني ما صدقت اخد حريتي واستقلالي عشان اعيش حياتي بالشكل اللي يناسبني والمشكله دلوقتي اني دخلت معاهم في مشاكل جامده جدا لدرجه ان اخويا بيهددني انه هيجي يجيبني غصب عني وبابا وماما بيهددوا انهم هيقاطعوني وانا رغم اختلافي معاهم بحبهم. اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ ايه رايك في القصه؟ هي القصه دي اصلها يعني عاديه جدا في مجتمعاتنا بشكل عام بشكل عام لان احنا فعلا بنبص للمطلقه وللست عموما وللبنت ولكل حاجه ان هي كائن لازم يبقى يعني للمراه يعني لكيان كمراه ان هي لما تبقى كمان مطلقه بتبقى سبه صح او هتجيب لنا العار او هتجيب لنا الكلام ما هو ده دي دماغ ما ينفعش اصلا يتناقش يتناقش اصلا في الاوبشنز دي دي عادات وتقاليد واصول بس المطلقه دي مش ما ينفعش تخرج وتدخل وقت ما تحب معلش بس معلش ثانيه واحده بس ما احنا ليه معتبرين المطلقه دي على حل شعرها يعني ليه معتبرين المطلقه دي ست سيئه السمعة لإن المجتمع دايماً بيعترف إنه يعني شرف البنت بتبقى ليه ليه معايير وقيود وحاجات في المجتمع يعني أنا على عيني وراسي بس ده في الأخر لا يصح إلا الصحيح بمعنى إيه؟ م. أنا دلوقتي لو مش على حل شعري ولا حاجة وأم ومعايا ولد وبنت مش كده؟ مش أوه. دي المشكلة؟ أوه. طيب يعني أنا أم ومعايا ولد وبنت يعني مش ممكن هبقى على حل شعري حتى لو عايزة مش هبقى على حل شعري أكيد م. يعني صح ولا ايه؟ بس اللي عايز يبقى على حاله شعره بيعمل بيعمل كل حاجه. لا انا بتكلم على انا عايشه مع أولادي في بيت. يعني الكيس بتاعت مروه لا ما اعتقدش هو يعني ان تنفصل بشكل متحضر which happens very rare او بتحصل نادرا أيوة جدا أيوة. في مجتمعنا أوه. فلا دي حلوه. ايوه دي يعني ست متحضره وبتفهم و... و... واصيله. ما انا مش بتكلم عليها انا بتكلم على اهلها الموقف من اهلها مش منها هي عايزه تستقل لا انا قصدي يعني هم لو فكروا كده في البنت لو قعدوا يفكروا يقولوا لا اصيله متحضره حتى لما قالها اجيب لك شقه ارخص يعني هي البنت عارفه حياتها هي عايز تمشي ازاي ليه الاهل عايزين يبقوا متحكمين دايماً علشان أو اوفر بروتكتيف ما به هو به ده اللي احنا بنتكلم فيه يا سالي م. ان هم مش شايفين بنتهم زي ما هي هم شايفين بنتهم زي ما هم فاكرين ان بنتهم ممكن تقع في الغلط وفي ولا البلد. شايفين المجتمع اللي حوالينا اغلبيه معلش ما, ما, ما احنا لو ]ها. كل واحد فينا فكر في حياته جوه الحيطان على الناس اللي بره هتقول عليا ايه ما حدش هيعيش كلنا هننتحر احنا عايشين في مجتمع لازم ناخد بالنا من كلام الناس ما, ال ما احنا بناخد بالنا مش من كلام الناس احنا بناخد بالنا من الرولز بتاعه المجتمع يعني م. المجتمع بتاعي متحفظ ما ينفعش امشي بلبس عريان في الشارع خلاص تمام لكن بس ده كلام حلو بس فاكره لما الست جت عشان واحد يغير لها الانبوبه ورموها من فوق البلكونه عشان كان معاها حد وانا كانت عشان ده الباب. حصل يبقى خلاص كل ست متطلقه ده في الحياه على دي تق... اللي احنا سمعنا عنها يا سماح لا, لا لا بس خلي بالك المشكله هنا حسب ما انا فهمت انه اهلها مش موافقين انها م. تعيش لوحدها يعني لازم تاخد ولادها وتوفر اه مش انا اقول لك بقى م. خلينا نعمل حاجه فلاش فورورد تعالي نتفرج على العيله دي قدام فلاش فورورد هي خدت الولد والبنت وراحوا قعدوا عند بابا وماما ماشي حلو ها. بابا وماما هيبوظوا الولد والبنت عشان تيتا وجده بيقعدوا يدلعوا على الفاضي بتاكل وعلى تاكل وقت ما تحب مليان. تشرب وقت ما تحب آه. كل اللي انت عايزه لا وماما لما تقول حاجه تيتا وجده هيبوظوها فماما مش هتعرف تعمل اي حاجه ادي آه. نمره واحد نمره اتنين مش هعرف اعيش براحتي انا وولادي وهنبقى عبء بعد شويه لانه البيت هيضيق احنا ثلاث في حد تنزل. بيبقى عبء على اهله؟ حتى أيوة. هو راجع معاه شيله انا مش بتكلم انه عبء مادي انا بتكلم على لا على ذوق البيت اه البيت هيبقى ضيق علينا مش عارفين نعيش طبعا البيت هيضيق علينا دي نمره اتنين نمره ثلاثه طيب لو الاهل بقى على يعني مكان الاهل المتزمدين المتشددين اللي خايفين من انه بنتي مطلقه يا نهار اسود فممكن يتعمل فيها ويتسوى حلو قوي طب ما انا عندي فكره لطيفه جدا انا لو مكانها يعني هم. هقول لهم طيب يا بابا يا ماما أنا دلوقتي قاعدة مع ابني وبنتي في البيت اللي م. لوحدنا م. وأنا عايزة كده فعلا لولادي قبل ما يكون ليا بس أنا كمان محتاجة ده لأني كبرت خلاص وبقيت أم أنا مش بنتكم دلوقتي عشان أنا عشان كبرتي وبقيتي أم وبقيت احنا وافقنا على الطلاق بس ما تقعديش لوحدك لا وافقنا على الطلاق دي أصلا هما وافقوا يعني مغلوطة يعني هو يعني مش من حقهم يقولوا لأ لما تيجي تطلق؟ لأ الأهل؟ لأ لأ يعني لا. إيه؟ أمال اخترتي ليه؟ مش قلتي عايز تمشي من بيتنا وعايز عايز ما هو ده تدخل ما هو ده تدخل دي حاجة انا ما هم حق يتدخلوا ما هم اهلي يا حياتي أهلها. اهلي ما يسوقوش حياتي يسوق حياتهم هم لان كل بني ادم مسؤول عن حياته احنا بنتولد لوحدنا وبنعيش لوحدنا وبنموت لوحدنا وبنتحاسب لوحدنا محدش مسؤول عن حد كل واحد متعلق من عنده هم خايفين عليها يا سماح ما انا اجي لك كده تجي لي كده انت لا اثبتي على راي انت ما هم خايفين على على ايه انا رايي انها تقعد هم معنى. خايفين عليها هحلها لك ها هي. انا اهو انا هي دلوقتي وانت <applause> بابا وماما بصي مامي حبيبتي ادي مفتاح الشقه ولا اجيب شقه تحتك يا ماما ثانيه واحده اهو <applause> ادي مفتاح الشقه مع حضرتك نسخه بابا نسخه اخواتي فين؟ <applause> ولاد عمي فين؟ <applause> مفاتيح خلاص؟ ها. كله معايا مفاتيح بيتي. ها. ويا جماعة الحا... ال... الغاي... الحاضر يعلن الغايب. أنا معايا مفتاح الشقة يا, يا جماعة كل جماعة واحد يجي لنا فاهم؟ أي حد يصحى في أي لحظة إن شاء الله اربعة الصبح يقول هه. يا ترى أنا قلبي أنا خايف لا يكون حاجة. ها. تروح واخد بعضك وجاي فاتح الباب وتتأكد إن, إن أنا لا على حد شعري ولا انا في ولا كفية. حاجه كفايه طب ما تروح تعيش معاهم وتقصر الشر لا اله شر ليه هو وليه عشان ما يبقوش, يبقوش زعلانين وصار. هم عايشين لنا قد ايه يا جماعه الموضوع ملوش علاقه بده له علاقه ب... هم اهلها نفسهم لما اتجوزوا كانوا س... راحوا قعدوا مع باباهم ومامتهم ولا عملوا حياه جديده عملوا حياه جديده بس طول. انا لو اديتهم المفتاح مش هيبقى عندي خصوصيه تاني. لو اديتهم المفتاح مش هيبقى عندي خصوصيه زي ما انا ابقى قاعده معاهم وخل... واريح دماغي لا بالعكس الخصوصيه ان انا يبقى لي بيتي واولادي كمان يتعودوا انه في ريس واحد للمركب دي لان دي الطريقه الوحيده اللي بتنفع في اي حياه عشان الناس تبقى شايفاها بنظره احلى ومتقبلينها اكتر ان هي تقعد مع اهلها يعني عشان انا عشان الغيني أحلى. عشان الناس هو أحياناً ده الصح؟ احيانا احيانا بنضطر نعمل الصح؟ كده احيانا بنضطر نعمل كده ده رايك انا هتبنى وجهه النظر التانية طول عمري مش مش هقول رايي انا لا يمكن <applause> اتبنى وجهه نظر بتحرم اي بني ادم من حياته ما ينفعش اقول رايي وانا مذيعه وممكن اخليها تمشي على على رايي أنتي يعني انت حواف. انت الـ انت الكوتش انا مش هوافق مش انا مش هوافق ان انا اي حد يتنازل عن حقه في انه يسوق حياته ويبقى مسؤول عنها عشان هيتحاسب عليها <applause> عشان في حد بيبتزه عاطفيا باسم انه خلفه بس خلي بالك هي برضو قالت انه هي رايحة دلوقتي تعيش في مكان أرخص شقة أرخص <applause> مش ممكن تكون البيئة اللي حواليها مش هتتقبل انت بتقولي ده يعني انت بتتكلمي من انت ليه تتعلمي على ان الست دي طفلة لا مش طفله بس احنا في اماكن مثلا يعني في اماكن مثلا تبقى شعبيه انا مقدرش بيها ومين ما اقدرش اخش ليها بقميص وبنطلون مكان شعبي هو ارخص يعني شعبي؟ لا ممكن تبقى المنطقه عشان ارخص المنطقه مش هتبقى بنفس الرقي بتاع منطقه تانية وانا لو قاعده بلد اكتر انا لو قاعده في بيتي كافيه خيري شري ومنظمه حياتي ومش قاعده فاتحه على البحر وجيراني مين وصحابي مين لا 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 انا في بيتي وخلاص في حتة بلدي بالعكس المناطق الشعبية بجد بجد فيها ناس جدعان جدعان قوي يعني من... ما بقول لك ولاد بلد بس مش هيتقبلوا ان انت تبقى مطلقه وقاعده لوحدها طب ما تقعدي عند اهلك يا بنتي يا ستي لانه تق... الست ممكن تضعف ما هو ده هيقول لك بقى بلسان حال المجتمع هيقول لك الست ممكن تضعف واحنا عشان نعفها او عشان ناخد بالنا منها اي حد يضحك عليها ما تروحي تقعدي مع اهلك يا بنتي انت عارفه ايه اكتر حاجه صدمتني النهارده؟ ايه؟ ان احنا بنحاول نقول للناس خليكوا خليكوا كده خليكوا من غير ما تتنوروا من غير ما تستقلوا من غير ما تبقوا احرار لو احنا مش هنعرف نغير الجيل اللي, اللي قبل قبلنا طب ما نحاول نغير جيلنا احنا ونوصل لحل وسط احنا وصل. مش بنطلب تغيير احنا بنطلب الطبيعي اللي ربنا عمله اصلا بس ده مش مجتمعنا لا يا اللي, اللي ربنا عمله اصلا احنا بنغيره عايزين نثبت عليه نثبت على الغلط ما ينفعش نثبت على الغلط وننفع وبصي على كل العلاقات بين الاهل واولادهم بين الناس المتجوزه مين فرحان وسعيد وعمال يتنطط من السعاده كل يوم الصبح ولا حد الحمد لله يبقى احنا بنمشي احنا ماشيين غلط لازم نصحى لازم ندور على طريقه م. كل واحد فيها يبقى مسؤول عن حياته ما انا كمان لما اخد موقف من بنتي اللي عايشه لوحدها لازم اخد موقف بناء على شيء هي فعلا هتعمله مش فيلم في دماغي انا خلاص ألفته وعرضته وافترضت ان هو ده اللي حصل وهبتدي اتعامل معاه على هذا الاساس بس فيه ناس في ناس في المجتمع يقولوا لك ايه يقول لك ما لما هيتربوا مع ست لوحدها اكيد العيال بيبقوا محتاجين جد وجده واب وكده فممكن الجد وهي يعوض وهي هتقطعهم ده هو اللي الجد وجوده بيعوض عن وجود الاب برضه انه في راجل في البيت في ابنها الصغير محتاج تربيه راجل عشان ما يتربش في الاهل يعملوه مش انهم يقولوا لها لا تعملي اللي احنا بنقوله يبقى تع... مش عن بعد يبقى تعالي عيشي معانا بقى يا مروه وليه هم ما يروحوش يقعدوا معاها ليه باباها ما يروحش يبات ليله مامتها تروح تبات ليلة يعني هنقضي الويكند مع بعض ما كل البيوت الناس الطبيعيه بتعمل كده انت بتحبي برايفتي انه كل واحد دي حياته الشخصيه وخصوصيته ومهندس مش بحب دي مش دي مش تمدلات. يعني في بيوت بنسمع عنها يا سماح الاب والام بيخبطوا قبل ما يخشوا على الطفل في حاجة ايوه كدا. انا كده انا ابني من ورس. يا ازاي بقى اخبط على ابني وانا داخله انا أيوة. ما جبتش ولاد بس امالها ليه لسه رئيس مجلس اداره المجموعه امالها علمه يبقى عنده ذوق وادب لما انا اموت وهو يبقى عنه. يخبط واحدة عشان انا الام واحده يخبط عليها قبل ما يخش ده بجد ايوه لانه الخص... ما هو انا بصي ما فيش حد انا لغايه النهارده ما شفتش حد معاه عقد يملك فيه بني ادمين من الاخر يعني م. معلش اللي معاه عقد يوريهولي احنا كل واحد ربنا خلقه كده لوحده كده اهو لوحده كده وبنيجي من خلال بعض ما بنملكش بعض وما ينفعش نسيطر على بعض واللي بيحاول يسيطر على اي حد قريب منه او بعيد عنه ايه اللي بيحصل؟ بيهرب منه بتضرب في وشه على طول بس في صح؟ <applause> <applause> طبعا يبقى خلاص طب ملما... بقول لك تيجي نعكس القصه؟ يلا ان هي تبقى عايزه تقعد مع اهلها واهلها اللي مش موافقين تعمل ايه؟ يبقوا ناس محترمه جدا تتصرف تبقى تتصرف بمسؤوليه يعني انا أقول لأهلي وانا معايا عيال وبقول انا عايز اقعد معاك يقولوا لي لا أيوة. جداً. ايوه لان ده انا ما شفتش عيله كده في حياتي اختاري اختاري تكوني قويه اصل ربنا خلانا كلنا اقوياء ما حد ضعيف خالص وما حد حد عمل فيه حاجه كل دي افكار ضيعت كل الناس في حد بيبقى ديبندنت بيعتمد على حد عشان يقوم وفي حد بيبقى اندبندنت هو اللي بيقوم التاني الكو ديبندنسي دي عبء للطرفين الكو ديبندنسي دي اسوأ حاجه ممكن اي حد يعملها في نفسه مش في غيره بس لانه كل واحد فينا لو بص بص انت انا هبص كل الناس اللي بتسمعنا بصي على اللي فات كلنا فوتنا في ايه يا سالي في مشاكل وبلاوي ومصايب صح وكنت فاكره انه بكره ده مش هيطلع علينا اصلا دي حقيقة صح دي حقيقه انت هنا قاعده وزي الفل مفيش خدش وانا كمان و يعني اللي فات ده انتصارات اصلا وانا مش واخده بالي طب بتتكلم معاهم ازاي بالطريقة دي ما هي لو شافت نفسها كبرت فعلا هتتصرف على هذا الأساس والأهل كمان في حاجة بقى مفيش حد واخد باله منها الحقيقة ايه بقى؟ اي أهل انا عارفة الحكاية دي اي أهل مش عايزين يفضلوا أهل طول الحياة دي مهنة متعبة جدا وبعد عشرين سنة اللي هو الطبيعي في اي مشروع خلفة بيبقى انه عشرين سنة بعد العشرين سنة أنا محتاجة إن أنا أرجع لحياتي بقى مش هفضل طول حياتي شايلة همك وشايلة هم عيالك لأن ده كمان مش طبيعي. لا ده أنا بحس الدنيا بتتقلب إنه بمعنى هما بيبقوا هما أولادي أنا اللي بجري وراهم عشان ياخدوا الدواء وأنا اللي بجري وراهم عشان أديهم التطعيم وأنا اللي بجري وراهم عشان ما أعرفش إيه طب أنت أكلت طب أنت دي أحلى كويسة حاجة. طب أنت أيوه لأن ده سايكل قوي ويدمها نعمة بس ده سبب دي أحلى مم. حاجة. انه زي ما شالونا بيتشالوا البني ادم كده يعني قصدي ليه ممكن تعرف تتكلم معاهم بس هي ممكن فعلا تعرف تتكلم معاهم بقى اكنها بتكلم عيالها لا تتكلم معاهم كانها ست كبيره بتكلم ناس, كو... ناس كبيره ست ناضجه بتكلم ناس ناضجه مش هنعمل ايه بقى وسيبوني آه، انت ممكن وجهة نظرك يعني قبل ما السؤال هقول لك وجهه نظرك تبقى ايه لو هم دلوقتي قعدوا يقولوا احنا عايزينك عشان احنا حابينك وعايزينك تقعدي معانا وبنحبك وما تسيبناش لو ابتزوها انت شوفي ابتزاز عاطفي مثلا نقول لا تعمل ايه لا الابتزاز العاطفي اللي هم عاملينه اوريدي اللي هو هنقطعك مش هنعرفك روحك بس إيه لا انا قصدي ابتزاز عاطفي إيه؟ رحيم انه انا بحبك اقعدي معايا ده انا ماليش غيرك فهضطر خلاص الموضوع ده يبقى اختيارها المهم انها تعمل الشيء اللي هي عايزاه انا كاهل لازم اساعد ولادي انهم يعملوا الحياه ويعيشوا الحياه بالطريقه اللي هم اختاروها بس احنا سبناكي تتجوزي وتهربي سبناكي يعني ايه يعني اخترتي العريس عشان تمشي من عندنا ثلاثه دقايق ثواني يعني لو الأهل معارضين الجوازه اتجوز ما كانوش معارضين انا قصدي هم سابوها هي عايزه تهرب منهم عشان هم متشددين سبناكي تتجوزي خلاص ودلوقتي سيبناكي تتطلقي لا, لا, لا. لا, مش تقعدي لوحدك بقى مش قادره اصدقك يعني ايه سيبناكي تتجوزي بجد بجد يعني انت كنت عايز تهربي مننا واحنا يعني اتجوزت وهي قصر ولا كانت فوق 21 سنه لا اتجوزتي عشان تهربي مننا واحنا عارفين عشان عشان انت انت دايما مختلفه عن العيله بتحبي تبقي غيرنا كلنا صوت ما هي فعلا مختلفه ربنا خلقها كده ببصمات مختلفه وكل حاجه مختلفه ازاي نخلي مختلفة؟ طفل مختلف مش عايز يبقى تبقى ليه زي بقيه العيال ما فيش حاجه اسمها زي اصلا ما هو ده اللي ضايع الدنيا ثانك يو What <laughs> 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 <laughs>